حل هذا الخلاف. معنا عائشة أبو كير، هي صاحبة المبادرة، راح نسمع منها الخبر، نستقبلها. أهلا عائشة، كيف أحوالك؟ تفضلي، أهلا وسهلا فيك. عائشة من مراكش، مراكش الجميلة الرائعة، كيف الأحوال؟ الحمد لله. والأهل كلكم بخير؟ الحمد لله. والمغرب بخير إن شاء الله دائما. الله يخليك. عائشة عندها قصة. عائشة إجت على هالستوديو لأنه حصل قصة هي ما لها علاقة فيها، ولكن عائشة بتكون أخت زوج الست اللي دعيتها الآن، اللي اسمها ثريا. ثريا كانت متزوجة من أخوها لعائشة مصطفى، وجاهن ثلاث أولاد، إلهم زمان متزوجين، يعني تقريبا أكثر من 20 سنة. في بداية الأمر كانت ثريا، يعني الزوجة، تعيش مع أمها لعائشة ومع عائشة بنفس المنزل. أخوها مصطفى، أخوها لعائشة اللي هو الزوج، زوج ثريا، مصطفى سافر على إيطاليا بقصد العمل، راح صار يغيب عن المغرب ويشتغل في إيطاليا. بعد فترة اكتشفت زوجته اللي هي ثريا اللي بنستقبلها بعد شوي، اكتشفت انه مصطفى تزوج في إيطاليا وعنده بيت وعنده امرأة. واكتشفت أكثر من هيك، اكتشفت انه عائشة وأمها اللي كانوا عايشين معها بنفس المنزل كانوا عارفين بهالشي وما خبروها. لذلك زعلت كتير، وزعلت من عائشة ومن أمها، أخذت الأولاد وتركت البيت وذهبت إلى بيت ذويها. هلأ نصها إلى 15 سنة في فراق، عمره 15 سنة. اليوم جاي عائشة، ما بعرف ليه، يمكن اشتاقت للأولاد، يمكن اشتاقت لثريا، ماني عارف، هلأ بتخبرنا. جاي طلبت منا أنه ندعو لها ثريا حتى تجي من المغرب أيضا وتحاول تصالحها وتحاول ترجع العلاقة كما كانت بينها وبين ثريا. 15 سنة لكم ما شفتوا بعض؟ 15 سنة. حاولتوا؟ حاولنا. وكل هالزمن وكل هالوقت ما تواصلتوا، ما حاولتوا انه تشوفوها؟ من 2005 ما شفناها، ما شفنا لا هي ولا الأولاد. نعم. الوالدة عايشة لسه؟ بعدها عايشة أمك؟ أم مريضة. أمك مريضة؟ مريضة. وأنت عايشة معاها؟ عايشة مع أمي. نعم. وطلبتي نجيب ثريا، تقولي لها شو بدك تقولي لها ثريا؟ سامحني، والله سامحني، هي غالية علي والأولاد أنا بحبهم، وهين ما رضعاها يعني. الأولاد ما شفتيهم كمان؟ ما شفتهمش كمان، معاها الأولاد خديتهم معاها. أبوهم شو صار فيه؟ قالوا أبوهم في إيطاليا ما شفناه. ما بيجي على مراكش؟ أبدا. وأنتوا ما بتشوفوه كمان؟ ما بيشوفوه. وهو ما بيشوف الأولاد؟ لا. ولا عنده خبر عن الأولاد؟ خلاص ما عندناش خبر عليه. لازم نجيب أبوها، لازم نجيب زوجها، أخوكي يعني. ونصالحه مع زوجته. وهي ما مطلقهاش يعني، لسه في زميته ما طلقها. طيب وهو بيصرف عليها بعده؟ ولا ما بتعرفي؟ هلا ممكن تخبرنا هي. الله اعلم، انا ما شفتها، انا من 2005 ما شفتها لا هي ولا الاولاد. والله انا توحش الاولاد بزاف، توحشت حرية. حضرتك متزوجه؟ ايوه. تزوجتي؟ متزوجه وعندي ابن. عندك قديش عمره؟ 1990. 90؟ باش نسيو، يعني 25 سنة ما شاء الله. يلا العمر كله. وعايشة معاه، مع زوجك وكل شيء؟ في طيب. البيت ومع أمي. مع أمك أمي كمان؟ أمك أمي تعبانة مريضة والله العظيم. كم عمرها الوالدة؟ عمرها 77. 77 سنة. الله يعطيها الصحة. نحن وجهنا الدعوة إلى ثريا، وخلينا نشوف كيف تلقت الدعوة. الله يخليك. تفضل. أستاذ جورج، إحنا الآن كنتواجدوا بمدينة مراكش، المدينة الحمراء، وبالضبط جامع الكتبية اللي كيتعتبر من أقدم المساجد في العالم. ودابا غنمشيو باش غنقلبوا على الدار ديال ثريا كريم باش غنسلموا هاد الدعوة ديالها، ويلاه معايا نشوفوها واش كاينة، وكنتمناو نلقاوها باش نكونوا سالينا المهمة ديالنا.
احنا دابا وصلنا للدار نتاع توريا وكنتمنوا نلقاوها ان شاء الله باش نسلموها الدعوه ديالها. شكون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم لالا، كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. توريا كريم ياك؟ يا لالا. الام تاعك سميتها فاطمه. ايه. وعندك جوج نتاع البنيتات. تبارك الله. لالا معك رجاء السهلي من برنامج زوج قرداحي. اللي ارسل لك هذا الدواء. مرحبا. نتاع الحضور. مرحبا. قبل الدعوه ديالو. ممكن نعرف ساعه الدعوه؟ هذه الدعوه نتاع الاستاذ زوج قرداحي البرنامج نتاعو الجديد. من سيربح المليون؟ لا ماشي من سيربح المليون. هو باغي يمشي ملايين نيت. ان شاء الله يا ربي، علاش لا، ولكن هذه احسن من الملايين. ياك. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله نتمناو. وصافي. مرحبا. مرحبا. قبل الدعوه ديالو؟ قبل الدعوه، ولكن بغيت نعرف المصاريف والدعوه. انت ما غتكلفيتي بشي حاجه، غيتكلفوا لك بالمصاريف، بالسكن، بالطياره، كل شيء. انت ما عليك انك غتجمعي حويجاتك وغتمشي باش تشاركي معاهم. مرحبا لالا، حنا باغيين نشوفوا الاستاذ جورج قرداحي. ان شاء الله يا ربي. نتمناو نشوفوا. ان شاء الله غتشوفي. ان شاء الله. يلا لالا، تهلاي فراسك والله يوصلكم على خير. يا ربي امين. اهلا وسهلا. اهلا سيدي. كيفك مسيو جورج؟ الحمد لله عيوني. اهلا. والله مشتاقه لك كثير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك سيدي سرية. كيف اخبارك حبيبتي؟ الحمد لله. الحمد لله. شفناكي بالدعوه هيك لابس اللباس المغربي. لباس البيت. لباس البيت. لباس البيت. اهلا وسهلا فيك. الله يحفظك. وبشكرك على عاطفتك. الله يحفظك. كنت حابه تشاركي بمن سيربح المليون. والله كنت مشتاقه اشوفك لاني بعزك كثير. الله يخليك ويحفظك. والله بعزك كثير مسيو جورج. وان شاء الله وان شاء الله نرجع نعمل هالبرنامج. ان شاء الله. كل اللي اشتركوا معي بهذا البرنامج يشتركوا بعدين بمن سيربح المليون. ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك. كيف اولادك؟ طمنيني. الحمد لله. انت عندك ثلاث اولاد ما شاء الله؟ اثنين بنات و... بنتين وولد. وولد. شو اعمارهم؟ البنت الاولى عندها زايده في 1990. نعم 25 سنة ما شاء الله. ايه. والثانية زايدة في 1992. والثالث ابن الثالث ريان زايد في 96. ريان اسمه؟ ريان. ام ريان؟ ريان. على كل حال أنا بحييكي وأهلا وسهلا فيكي. أهلا بك. وهذا البرنامج ما له علاقة بمن سيربح المليون، ولكن هذا البرنامج صيغته إنه في حدا غيري أنا بدعيكي، أنا وسيط. بقى هالشخص طلب منا ندعيكي، دعوناكي وشرفتينا واهلا وسهلا فيكي. تحبي تعرفي مين دعاكي؟ اوكي. بدك تطلعي بهالشاشه. لا مش ممكن. لا مش عايزه اشوفها. والله مش عايزه اشوفها. ليه ليه؟ لا حرمتني بكثير. هي شو ذنبها مسكينة؟ عادي تقلك عادي عادي سرية. ولو ما أنت ما شاء الله عليك مبين وجهك هالجميل ووجهك الحلو والطيب، ما شو ذنبها هالمسكينة؟ كان سبب مشاكل بيني وبين زوجي. ما راح زوجك هذاك، شو بدك أنت؟ هي اللي كانت هي قالت له تزوج؟ لا مش قالت له تزوج، بس كانوا يصرحوني لما تزوج، كانوا يصرحوني. يا ستي مالهم هني؟ كانوا يصرحوني على الأقل، كانوا يصرحوني. تعرفي أنت الوضع بيبقوا علقانين بين أخوهم وبين لا مرت أخوهم. هو راح لإيطاليا عشان الفلوس. طيب هم قالوا له سمح تعرف سمح في زوجته وولاده عشان الفلوس. هم وهم اتحدوا معاه. ليه؟ لا عشان اخوهم، رغم ان بنت خالتي اتحدوا مع اخوهم. اول شيء هي بنت خالتك. بنت خالتك انا ما قلت ما ذكرت هالشيء. زوج بنت خالتي واخت زوجي في نفس الوقت. نعم نعم. بس هو زوجك راح لهونيك وتعرف على وحده وتزوج، هم شو ذنبه؟ هم قالوا له تزوج على مراتك؟ لو قبل ما يتزوج لو قالوا له جي المغرب عشان اولادك عندك بنات وعندك زوجه وعندك كان سمع كان سمع. هم كانوا متاثرين عليه كثير. والله كانوا متاثرين عليه كثير. في قبل ما تحكي لانه هي بدها تحكي، بعثت لك رساله بدي اقرا لك اياها وبعدين بنسمعها شو بدها تقول، لانه انا سمعتها قبل ما تدخلي حضرتك. بس خلينا بتقول لك اختي الحبيبه ثريا، طال الغياب يا حبيبتي، وفي كل يوم كنت انا وامي ننتظر أن يرق قلبك لنا وأن تعودي لبيتك.
أعرف أنك غضبانة لأننا لم نخبرك حين عرفنا أن مصطفى فعل ما فعل، لكن صدقيني أخفينا عنك الخبر خوفا عليك فقط. أنت نعم الأخت والزوجة والابنة، ومعزتك في قلوبنا تساوي معزة مصطفى. البيت في غيابك أنت والأولاد لم يكن له طعم، وإن كنت غاضبة من مصطفى فهذا حقك، لكننا لنا حق فيك أيضا. نحن أخطأنا، لكننا الآن نعترف بخطأنا ونرغب في أن نصلحه ونستعيدك. أمي مريضة يا ثريا، وترغب في أن تراك أنت والأولاد، فأنتم من بقيتم لها بعد غياب ابنها عنها. أختي الحبيبة، ليس لنا طلب عندك إلا أن نراك وأن تسامحينا، والمسامح كريم. بعد ما كبروا الأولاد عايزين يشوفوا الأولاد؟ طيب. لا، كانوا يشوفوهم لما كانوا صغار وكانوا محتاجينهم، مش لما يكبروا. بس ما أنت انقطعتي عنهم. كان اتصال بين العائلات الأخرين، يعني كان بدهم يشوفوهم. بس هني يعني حاولوا، أنت ما قبلتي، هيك قالوا. لأن أنا لوحدي تحملت مسؤولية بناتي. بسم الله، بعرف. ما كان واحد، لا هي ولا ما ولا أي واحد كان مشاركني مسؤولية البنات، وعارف دراستهم ومرضهم وأعيادهم. نعم نعم، وكل نعم. شيء ما كان بارك. واحد مشاركني. بس بدي أسألك سؤال، هل زوجك كان بعده، لا ما طلقك هو؟ لسه ما طلقني. بس بعده عم بيصرف على أولاد؟ لا، لما خرجت من البيت ما كان بيصرف عليهم. وهلا ما بتعرفي شيء عنه؟ ولا شيء. ولا بيسأل عن الأولاد؟ يقولوا لي أنه تزوج إيطالية وخلف معاها أولاده بس. بس. والإيطالية الإيطالية ما خلته يجي المغرب. عشان هي شوية عندها فلوس، قلت له يا تجلس هنا يا. طيب هو ما عاد سأل بأولاده؟ لا لا. طيب هو حسابه شيء تاني أنت وياه، هم ما لهمش علاقة. يعني إذا هو أخطأ في حق في حقك أنت وحق أولاده، هم ما لهم ذنب. خلينا نسمعها يا ست عائشة. تفضلي انت موجوده هون، علي صوتك، قولي لها لثريا اللي حابه تقولي. يا ثريا، احنا ما لنا علاقه بهذا الشيء اللي عمله اخي. انا ما عرفته انا تزوجت ايطاليات، والله العظيم. شوفي عايشه، انت عزيزه عليا والاولاد كمان. انت كنتي تتكلمي معايا في التليفون، كنتي تعرفي كل شيء عايشه، وعارفه شنو داير تما، وعارفه مزوج، ونكرتوا عليا كاملين. سامحيني يا ثريا، نكرتوا عليا كاملين. انا تصبحت مع اولادي، تعذبت معاهم وحدي، بناتي كملت لهم دراستهم بوحدي، الاعياد بوحدي، المرض بوحدي، يعني ما عاونتوش حتى شي حاجه. وانتم اللي كنتوا سبب مشاكلي، انتم اللي كنتوا سبب حرمان بناتي من باهم. الله يخليك، الله يخليك، سامحيني، المسامح كريم يا ثريا، الله يخليك. لما كبروا الدراري عاد دابا بغيتو تشوفوهم، كنتو تشوفوهم مني كانوا صغار محتاجين لكم كثير. مني كانوا صغار كانت هند وصوفيا وريان محتاجين لكم، محتاجين لكم في الاعياد، انا كنت لوحدي في العيد اضل ابكي. الله يخليك. ما عندي عائله، ما عندي احد يربي لي معايا البنات، كيف اعمل؟ يا ثريا امي مريضه، يا ثريا والله العظيم امي مريضه. انا اولادي لما خرجت من البيت قلت لكم ما عمركم تشوفوهم الى الله يخليك يا ثريا، الله يخليك. ما تشوفوش اولادي الى الابد، مادام خرجت بهم انا متكفله بهم حتى نموت. ثريا مثل ما قايلت لك هي بالمكتوب انه بدها تشوفك الك كمان، مش بس الاولاد، هم مشتاقين لك الك، ما انت بنت خالتها. والله مشتاقه للاولاد ومشتاقه لك انت. وانت بتكوني بنت اختها امها، يعني حتى امها المريضه حابه تشوفك. الله يخليك ثريا. الماضي مضى، والذنب مش ذنب هون، انت معك حق. وذنب الاولاد ايه؟ وذنب الاولاد ماله مني؟ طيب انت تركتي ورحتي. لا، انا لقيت ضغط في البيت، لقيت ضغط كثير، ضغط اول ضغط لقيته من عيشه. بس هم ستات ما عندهمش حد، واخوك زوجي، كل العائله راح زوجك عايش في ايطاليا، زي الخادمه في البيت، اعملي دي اعملي دي اعملي دي، خلاص ما عندك تصرف في البيت، كانك خادم بس، ربي الاولاد واجلسي. هو تزوجني عشان اخلف له اولاد ويخليهم في البيت وبس، يضمن حياته انه متزوج ومستقر في زوجه مستقره في البيت مع امه تشتغل عليه. هلا انت ما عندك اخبار عنه ابدا؟ من بعيد سمعت، من بعيد انه تزوج وخلف. واشغاله ماشي يعني؟ و...
والله ما عندك فكره، ما عندي فكره، ما بتعرفي. طيب حتى مصروف البنات، حتى مصروف البنات ما كان يديه البنات. هم على الاقل يقولوا له ارسل مصروف بناتك. هلا هو مدان، وانا بقول لك بصراحه في زوج يروح 12 عام ويترك أطفال بدون أطفال. لا لا هذا لا يعقل. لا بس بس ما تحملي الذنب لهودي المساكين. انا حملهم هم الذنب، هم اللي هم بيمنعوه يتزوج ايطالية. لو كانوا بيتكلموا معاه في الهاتف كانوا يقولوا له على الاقل ابعتهم لهم مصروف. يا شيخة مين قال لك ما كلموه؟ معقولة امه ما تكون كلمته وتقول ابعت لاولادك مصروف وابعت لزوجتك مصروف؟ كانوا بيقولوا ما زوجتك عندها فلوس، عندها باش ليش تبعت لها فلوس؟ هاي يقولوا له هيك؟ لا بالكلام ما من الناس كانوا يقولوا له هذا الكلام. ليش تبعت لها فلوس؟ ليش عندها باش تربي الاولاد؟ سمعتي من الناس يا ست سريه، سمعتي من الناس. ولك يا عائشه تحركي شوي، احكي لك كلمتين انت جاي. الله يخليك، الله يخليك يا حمريه. سامحيني 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 لي لانك انت ما كنت. انا ندمانه والله خطر. ندمانه على كل شيء. عايشه انتم ما عرفتوا اشنو درتوا فيا. انا ما عرفاش انا يتزوج، انا ما عرفاش، انا مش عارفه انا اتزوج وهو بايطاليا. انا مش عارفه، انا قلت لي سير روح تزوج بايطاليا. طيب انا بدي اسالك سؤال سريا، يعني انت ما بدك تصالحيهم انتقاما من زوجك ولا انتقاما منهم؟ انتقاما من زوج. مش ذنبهم فإذا هم يعني كانوا متأثرين عليه كثير. على راسي خلاص، هي اللي كانت متأثرة عليه كثير. 15 سنة بتتغير، حتى خالتك بتكون تغيرت وكبرت وحضرتها تغيرت وكبرت. بعد 15 سنة الإنسان بيغير، عقله بيغير، سلوكه بيغير، تفكيره بيغير. الإنسان بعد سنة يتغير بقى مش بعد 15 سنة. يعني ما بيستاهل الأمر أكثر أكثر أكثر, أكثر من هيك. خلاص 15 سنة كفاية. أنا برأيي إذا كان قلبك كبير وعندك روح التسامح ومؤمنة فيك تقولي مش عفى الله عما مضى، وأنت مشيتي بطريقك وخليكي بطريقك خلاص، وهم صالحيهم. لأنه يعني عملوا المستحيل، عملت المستحيل عائشة حتى أنك تجي وتشوفك، مش قادرة تشوفك بالمغرب، وأمها مريضة خالتك بقى. خلاص يعني بدي منك جواب. شوفي عيشة، أنا غنتصالح معاكم، ولكن عرفتي علاش؟ غنتصالح معاكم لوجه الله. الله تيعفو علينا حنا اللي حنا بشر. برافو عليك. ونعم بالله. شو قلتي؟ حسامح. سامحيها؟ والمسامح كريم؟ مسامح. الله يبارك فيكي. يلا هلا كملوا العناق برا. بالصراحة أنا حسيت سوريا ركضت أكثر، يعني رغم إنها كانت صعبة عليها بس هي ركضت سبقتها لعائشة. عائشة مبروك. الله يبارك فيك، الله يخليك. إن شاء الله الله يديم الوفاق، ويعني الله يوفقكم. الله يحفظك. وأنا بشكرك حبيبتي، بشكرك عائشة على ثقتك. شكرا. ويلا ان شاء الله تشوفوا الاولاد وعلى القليل يتعودوهم شوي من فقدان الاب الموجود بالخارج. مش عم بيسال عنهم. ان شاء الله بترجعوا سوا على مراكش ان شاء الله طيبين وكويسين، وسلموا على كل مراكش والمغرب الحبيب. شكرا كثير. مع السلامه. عجبتكم هالقصه مش هيك؟ قصة حلوة جميلة
ما فيش هالخلاف الكبير، بس طبعا كان في موقف صارم من السيدة سوريا أنه ما بدها تصالح، ولكن صالحت بالأخير. هيدي الطيبة عند المغاربة، وعندنا نحن كلنا كعرب. إلى اللقاء في حلقة